طيب انا واحد من 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 عشاق الموسيقى، بحب الموسيقى جدا 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 يعني، القديم والجديد يعني، بس القديم طبعا اكتر يعني. عجبني بارتشات الريس كده، هو بيتمشى على الممشى بتاع مدينه المنصوره الجديده، انه ركز شويه مع الجماعه بتوع المزيكا، وكان في فرق كده بتعزف، من ضمنهم شابه جميله كده اسمها ياسمين فؤاد كشك، اللي كانت الاول بتعرض حاجات وهو الاخر وكده، فبتقول لسياده الرئيس والله ده انا بحب المزيكا وهو الاخر. تخلونا نسمع كده الحوار الجميل ده ونرجع تاني، يبقى افضل نسمع الحوار يا شباب. عليكم السلام، ازي حضرتك يا رئيس؟ اهلا اهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ انا ياسمين، احنا اتقابلنا قبل كده مرتين. انا سعيد. اهلا بحضرتك. ازاي صحتك؟ الحمد لله، ده شغلي كله احضر كريمه. وانا كنت قبل كده اتكلمت مع حضرتك في اللي كنت عايزه احضر ماجستير، انا حاليا خلصت الماجستير وبحضر دكتوراه. ما شاء الله، الف مبروك. الله يخليك يا رب. انا اتشرف والله. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك، يعني انا بستنى اليوم ده، يعني ربنا عالم عشان بيديني حياه وطاقه قد ايه. ربنا يديك الصحه، ودي حاجه بسيطه مني جدا، دي جميله جدا، دي من حجر الفيروز. ما شاء الله، الله يخليك يا رب. ربنا يكرمك. انا نفسي امنيه حياتي ان انا ادخل فرقه الموسيقى العربي، انا بعزف اورج كويس جدا والله، وعازف قدام حضرتك دلوقتي. انا في اي وقت. لا لو الاورج جاهز بسمعك دلوقتي، لكن ماشي. حاضر حاضر، الله يخليك يا رب. احنا ان شاء الله زي ما قلت لزميلاتك يعني واحنا جايين، ان احنا هنعمل ان شاء الله على مستوى المحافظات مسابقه، تاخد لها اسبوع، تاخد لها 10 ايام، كل الانشطه في الرسم وفي النحت وفي الموسيقى وفي التمثيل وحتى في المشروعات الاخرى اللي بتتعمل ان شاء الله. هيبقى عندك فرصه، لكن احنا يعني حاضر الموضوع لازم نديها فرصه. حاضر. الله يخليك. انا جاهزه، انا بعزف بقالي 10 سنين. ما شاء الله، لا قوه الا بالله. فامنيه حياتي ان انا يعني فنانه عظيمه كمان. الله يخليك. انا حاولت ادخل كتير قبل كده ما عرفتش. ازاي يعملوا معاك كده؟ لا اللي هو يعني هو يشترط في شروط معينه، بس انا خدت الماجستير في مجال الدراما الموسيقيه. ايوه. يعني انا امنيه حياتي ان انا يبقى لي المجال. ده المجال موجود. الله يكرمك. احنا محتاجين. الله يخليك. مبسوطه ولا لا؟ طبعا. عايزين نعمل ايه بقى؟ نعمل يا خور. طبعا. انا بس ده كفايه ان انا قابلت حضرتك كده، ده انا اللي كفايه ان انا قابلتك، ونفسي ابقى معاك على طول في اي حاجه، ابقى معاك على طول. انا يسعدني ويشرفني. ربنا يخليك. وحاجه جميله، وبشكرك على الهديه الجميله دي. ده حاجه بسيطه. يا نهار ابيض، مين قال؟ ربنا يخليك. دي حاجه جميله جدا، كتر خير. الله يخليك يا رب. مش عايزه حاجه تاني؟ عايزه اقابلك تاني. حاضر. احنا ان شاء الله في الاحتفال بتاع الموسيقى ده العربيه باذن الله. نسمع ان شاء الله في اول احتفال جاي. طب حضرتك عايز تسمع؟ عشان اجهزه بقى من دلوقتي. الله. مش عايز مفاجآت يعني. انت تحبي تقولي ايه؟ انا اعرف ان حضرتك بتحب القلب يعشق. القلب يعشق. ايوه انا اعرف كده. خلاص، اللي انت يعني يبقى يسير عليكي انا هسمعه. خلاص، هيسعدني والمصريين كلهم هيسعدوهم كمان. الله يكرمك يا رب. متشكر جدا. العفو. مش عايزه حاجه تاني؟ تشرفتيني، ربنا يخليك ويخليكي. ربنا يخليك لي يا رب. يحفظك يا رب. متشكر. العفو. متشكر. السلام عليكم. حاجه جميله. ده الاورج مش كده؟ لو جبنا حد كان بيقول لي نفسي العب اورج، تخليه يديله اديله فرصه؟ طبعا طبعا طبعا. صحيح. طبعا جدا. ما تجيبه ال دلوقتي تيجي تاكل. عاملين ايه؟ انا سعيد بلقائكم. احنا اسعد. خلي بالكم، انا كنت لسه بقول لل يعني الحضور اللي موجود ان احنا هنعمل مسابقه في كل شيء بما فيها الموسيقى، فعندكم فرصه كويسه ان انتم بقى تجهزوا، عشان انتوا فريق مع بعضكم كده، تجهزوا حاجه للكلام دوت يعني. ده انا اللي شرف عزيزي ان انا اشوفكم. صباح الخير. شباب زي الفل يعني. ويحفظكم ربنا. متشك اهو الفرصه اهي، والامتحان اهو. تعالي اتفضلي، على مهلك. تعرفي؟ انا عازف حاله بسيطه للفنان عمر خيرت. طيب اوكي، اتفضلي. Thank you.
بسيطه. جاهزه بقى لعبك المسابقه؟ حاضر. شاكرين. مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. لا ده هم اللي ادونا الفرصه. ربنا يبارك. الشباب اللي موجود دول. ربنا يبارك. كتر خير. حاجه جميله جدا. ربنا يبارك. حاجه جميله جدا. شاكرين. سلام عليكم. سلام. هي الحاجه ماشيه بطريقه مش مرتبه. ست رئيس قابل ياسمين. ياسمين بتبيع منتجات اللي هي الحاجات اللي هي السباح والاخر الهاند ميد يعني والاخر ومبدعه فيها وادت ست رئيس سبحه. فالفكره انه كان ممكن رئيس الدوله هيتكلم معايا شويه وهيمشي خلاص. بس شوفوا الربط ما بين هي ربط عند الرئيس مش 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 من ضمن الزياره يعني مش من ضمن الزياره انه سياده الرئيس يتكلم ياسمين فياخد ياسمين ويقول لانه طبعا حضرتك اي حد يفهم موسيقى في الاطار ده عارف انه كل واحد على الاله بتاعته مظبط مقام معين مظبط تيمه معينه مظبط حاجه معينه فبالتالي مش كل واحد يروح على الاورج بتاع الاستاذ اللي كان واقف على الاورج الزميل الفنان اللي كان واقف على الاورج مش اي حد يجي يمسك الاورج بتاعه ويعزف لا لازم يظبطه برضه على توم معين يظبطه على مقام معين يظبطه على حاجه معينه ولا اخره. ممكن قضيه عم احمد للفنان الكبير عمر خيرت اللي عزف الجزء منها ياسمين ممكن ما يكونش ترتيبه كويس في على الاورج او ممكن ما يكونش متظبط كويس على الاورج لازم في فكره تظبيط. ولذلك ياسمين لما خدت الاورج وبتحط ايدها عليه ولا اخره هي عايزه تتلمذ لانه مش 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 الاورج بتاعها. لو الاورج بتاعها هي عارفه المقاومات الضعف والقوه فين وعارفه هتحط ايديها على اي يعني في تظبيطه كده. هي الحمد لله رب العالمين بينت دخلت في المود بتاع قضيه عم احمد بتاع الاستاذ عمر خيرت الفنان الكبير عمر خيرت وخلي بالكم انه كان ممكن الموضوع يمر كده. الرئيس في حته كده قالها هي اللي زي ما تقولوا علت تون بتاع جبر الخاطر. يعني ممكن التون بتاع جبر الخاطر ده كان يستقر حوالين الرئيس يقول لها سمعيني فيسمعها وخلاص طب شكرا يا ياسمين مع السلامه ويمشي. لما الرئيس قال لهم سقفوا الشباب الموسيقيين اللي كل واحد منهم كان بيعزف على آلة لما سيادة الرئيس راح لهم وقال لهم شباب زي الورد وهو الاخر وكده ابتدأوا يسقفوا ابتدى كمان النغمة تيجي لحضرتك انت كمستمع كمتلقي عادي ان انت عارف انه دي نغمة قضية عم احمد بتاع الفنان عمر خيرت وهي ياسمين الحمد لله رب العالمين ربنا وفقها وجابتها. انا لسه بقول للزملاء دي من اصعب المواقف اللي ممكن تحصل. مش ان رئيس الدولة يقف قدامك ويقول لك اعزف وحطك في موقف بقى ان هو انت كنت بتقول لي من شويه ان انا عايز اخش مسابقه طب تعالى المسابقه اهي. لكن فكره جبر الخاطر بالطريقه اللي فيها ذهن وفيها عدم ترتيب من الاول. انت عارف حضرتك مثلا عشان الرئيس يقابل حد في مناسبات زي دي بيبقى لي ترتيبات معينه بيبقى لي حاجات معينه وده طبيعي جدا. لما بيكون المساله مش مرتبه بتبقى فيها يعني للبصر كده بتبقى مريحه. فانا شايف انه الامر مع ياسمين يعني ممكن حضرتك الحفله بتاعه الموسيقى العربيه الجايه دي هتلاقي ياسمين ركن رئيسي من الاركان اللي بتعزف وتلاقي انه خلاص احنا عينينا خدت على ياسمين فؤاد كشك اللي ربنا باذن الله يوفقها في الاختبارات الجايه هي وكتير جدا من الناس اللي عايزين زي ما كنا بنتكلم على كابيتانو في كره القدم برضو يقدروا يوصلوا في المشروع بتاع اكتشاف الموسيقى واكتشاف المواهب الموسيقيه في هذا الاطار. انا شايف ان دي واحده من الرسائل الحلوه قوي اللي فيها جبر خاطر المواطن في هذا الاطار ده حاجه مشرفه جدا يعني.